every single day I'm gonna make something great that's my way. السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي قناة لبنيتا شانيل. اليوم غادي نقدم لكم صوص النعناع المرافقة للمشويات، كنقدموها مع المشويات اللي كتجي لذيذة بزاف ورائعة. إلا كنتو أول مرة تشرفوني بزيارة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد دائما، وما تنسوش ديروا لايك الفيديو وتبارتاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. بالنسبة للمكونات تاع هاد الصوص، غادي نحتاجو في الأول النعناع، أوراق النعناع. غادي نحيدو الوريقات ديال النعناع بهذا الشكل من العويدات، غادي نحيدو دوك العويدات تاع النعناع وغادي نستعملو الأوراق فقط. نقوم بتقطيع دوك الوريقات تاع النعناع ديالنا بهذا الشكل كما كتشاهدوا معايا في الفيديو. غادي نقطعهم مزيان حتى غادي نحصل على النعناع ديالنا كيولي مقطع قطع رقيقه جدا كما غادي تشاهدوا معايا في الفيديو في النتيجه النهائيه. بالنسبه لهاد الصوص فكتجي لذيذه بزاف، كتجي زوينه، يعني كنرافقوها باي حاجه مشويه، دجاج مشوي، لدند مشوي، اي حاجه كنرافقوها معها كما كتشاهدوا معايا. غادي نستمر بالتقطيع ديالها مزيان على هذا الشكل، ومن بعد غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نوضع داك النعناع ديالي في الاناء. من بعد ما كنوضعوه في الاناء غادي نحتاجو جوج ملاعق صغيره من السكر، حبيبات سكر سنيده، جوج ملاعق صغيره، وغادي ندمج هذيك النعناع ديالنا بالسكر. غادي نضيف كاس الا ربع من الماء ساخن جدا، يعني الماء كيكون ساخن جدا غادي نحتاج منه كاس الا ربع، وكندمج المكونات بهذا الشكل. كما قلت لكم الماء ضروري ما كيكون ساخن جدا، كما كتشوفوا البخار كيتصاعد منه. وغادي نحتاجوا واحد ملعقه ونصف من الخل، ومن بعد ما كنضيفوا الخل كندمجوا المكونات ديالنا، وحنا حصلنا على الصوص رائعه اللي كنرافقوها بالمشويات سواء الدجاج مشوي او اللحم مشوي. كتجي رائعه، جربوها وما غاديش تندموا. كنوضعوها في واحد القنينه زجاجيه بهذا الشكل. بالنسبه للقنينه ضروري ما كنكونوا عقمناها من قبل، يعني طريقه تعقيم كنطبخوها في الماء الساخن صافي، وكنوضعوا داك الصوص ديالنا فيها وكنرافقوها مع المشويات. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس الى كنتو اول مره تشرفوني بالزياره، ولا كنتو من المتتبعين ديالي ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وتخلوا لي تعليقاتكم ملاحظاتكم اسفل الفيديو، انا محتاجه دعمكم. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله.